الموضوع بدا ان في ازمه عندنا قوي في جيلنا، حته ان زي ما بيقولوا ان ما حدش بقى عارف ذاته هي ايه. يعني انا وصلت لدرجه ان انا كنت صغير لسه، بس انا كنت مش فاهم انا ايه، انا منين، انا اصلي ايه. كان في حته كده فينا كلنا. أدب. غير مقبول من مره، ما يستاهلش يبقى ده، لازم يتحط في السجن. الشرطه بتاعت بلد المفروض انا احترمها. انسان مش محترم. لا مش عاجبني طبعا. احنا لشعب مصر مش الشرطه بس. بنطلب من الناس ان هم يتضامنوا مع الشرطه، نحتفل بالشرطه مع الشرطه في عيدهم، بنتريق عليهم. لو انا املك اني انا حاكم، يعني انا على طول ده يتحط في الاسم. فعلا من الجانبين، من الشرطه او من المواطن، غير مقبول. ما ينفعش خالص اللي انت بتعمله ده يا احمد. ما فيش غير ان انا اقول ده قله ادب، بيعانه للشرطه طبعا والبلد. حسب الله ونعم الوكيل. اسلوب غير لائق. كسب.